السلام عليكم يا ماجستيات يا جميلات، وجيتكم الليلة بدري شوية. معليش يعني بحتذر، أنا شهري 10 ده كله حكون غياب. عندنا سفر كتير وجوطة هنا مع البنات وفي الشغل، لكن من وقت لوقت بدخل بوريكم بعمل البيت، وبنشوف لو في طريقة نعمل لايف من فترة لفترة. لكن من هسه بحتذر لكم عن الالتزام بتاع كل يوم 2 في شهري 10 تحديدا. بعد شهري 10 بنشوف، نرجع لجدولنا تاني. طيب، ما شايفة في ناس لسه، لأن المواعيد الليلة أبدر شوية. عندي سفرة بعد نص ساعة، فما كنت عايزة أخل بالمواعيد تاني، فبدي ابدا لكم بدري. بس نزلت لي جبال الاعلان انه حنبدا 12 ونص. المهم انا حاقوم استنى شويه او ابدا اتكلم بشكل عام. اهلا يا ياسمين، مرحب بيكي. اتمنى انه اي زول يحضر الليله او عنده طريقه يشارك، عشان نشوف فهمنا كلنا للحاصل في السودان. أنا متأكد إنه كثيرين يتكلموا في الموضوع ده، لكن الموضوع موضوع مهم جدا جدا، وما زي ما الناس بتستهون به. وكون إنه نخليه يمر ساي، ممكن لقدام يفقدنا كثير من الحقوق اللي اكتسبناها لحد هسه. يمكن في السودان الناس ما تحس بإنها اكتسبت حقوق كثيرة، لكن صدقوني لو رجحتوا، وفي محاميات كثيرات هنا ممكن يجوا يتكلموا عن القوانين القديمة في السودان، وكيف قدرنا بصراعنا، بغض النظر عن الناس متفقة مع الحاجة دي ولا لا، لكن في حقوق كثيرة قدرنا نكتسبها هسه كنساء، لو في السودان ولو في العالم. الحقوق دي بالتأكيد ممكن تكون مهددة بإنه ناس هتفقدها بطريقة قانونية ولا أيوة يا ياسمين، فاهم بتاع القلع. الحقوق والحاجات المفروض تكون مسلمات هسه بقت مهددة، ومهددة لأنه العقليات اللي في السودان، يعني الحكومة دي في خلال 30 سنة الفاتت دي قدرت تغيب العقل بتاع الناس وتوصلهم لفهم. يعني كنا بنقول انه وصلنا للحضيض والقاع، لكن كل يوم بل بيحصل في السودان هسه بيورينا انه الناس دي ما عندهم قاع. ويعني الفكره بتاعت المساواه هسه وصلنا دارين نصل ليها، هي حق من حقوقنا نحن، فلو في السودان ولا برا السودان. الحاجة اللي دار أتكلم عنها وتكلمنا عنها كثير قبل كده، ويمكن كثير منكم علقوا عليها، إنه هسه في الحملة الأخيرة دي، يعني أنا متألمة جدا جدا إنه في كثير من النساء هم أعداء لبعض. بدل ما نرفع بعض، وبدل ما نحاول نساعد بعض، وأنا ما بقول أنت ساعد أخوك ده لو ظالم أو مظلوم، لكن على الأقل لو الواحدة بتحاول تحارب وتجيب ليكي انت انتصار في حقك انت كامرأة، ما تكسروا مجاديفة. الحاصل هسه الايام اللي فاتت دي انا حقيقي ما اتكلمت عنه، في وبالتحديد الموضوع بتاع وي ام شوقي. هي نفر واحد، في زيها كتيرات، نحن ما سمعنا عنهم. الناس دي يعني بالفهم العام بتاع السودان بيمسكوا فيكي انت وبيضبحوك عديل كده. يعني الحاجات اللي انا شفتها هسه حاصله في الميديا من البنات تحديدا، اللي هي مؤلمه جدا، انهم بيأنبوا وبيجرموا، وقررنا اننا نحن محامين وقضاه وبننفذ في قوانين، نحدد بقى انه ده منه مسلم وده منه عامل شنو وده منه عامل شنو. فبغض النظر عن انت الطريقه اللي اتكلمت بيها الزوله دي عاجباك ولا ما عاجباك، ما بتنط طوال. يعني المخيف في المساله انه ناس كثيرين ومنهم شابات كثيرات بيقولوا انه المفروض الزوله دي يرجموها ويعدموها، ووصل لها تهديد بالقتل وكده.
فيا اخي العقلية بتاعت داعش او الصالات ملاهي الحكومة دي نحن عايزين نطلع منها اول حاجة. ليه نحن سريعين للغرارات الكعبة؟ ليه نحن كنساء اعضاء بعض؟ وليه سريعين اننا نحن نشوف الحاجة الكعبة في الزول بدل ما نوريه الحاجة المفروض يعني لو عمل حاجة كويسة انت تشجعه، مش تنط طوالي لانه انت كان المفروض تعمل كده. يعني دي حاجة أنا لاحظتها في السودانيين، وما بس في السياسة ولا في دين في أي حاجة. يعني حتى لو أنت تكلمتي عن وظيفة بيجي زول ناطلك بيوريك إنه في زول تاني ممكن يعملها أحسن منك. بالفهم الهسع سايد دي، لو الوحدة هنا مثلا في ماجستي، أنا بديكم مثال، يعني الفترة اللي فاتت دي كثيرات من المتحدثات تعرضوا لحملة، ومن ضمنهم انا ذاتي في الطريقه بتاعت حياتك انت ولبسك. فيعني كلنا للاسف بقينا ناخد روحنا في موقع بتاع قضاء ونحاكم ونصدر احكام، واللي هي حاجه ما سهله. يعني لما تقول انا الزوله دي المفروض يعدموها، المفروض تترجم، الحاجات العنيفه الكثيره الحاصله دي. طيب ليه نحن بنحكم على الاخرين لمجرد اختلافهم معانا؟ الحاجات دي كلها بالمناسبه يا شابات دي اسئله، يعني انا بتمنى انه الليله نحن نتناقش ونتكلم، ولو في واحده عايزه تدخل تقول حاجه يتفضلوا. ليه نحن بنحكم على الاخرين لمجرد اختلافهم معانا؟ يعني الفهم بتاع الديمقراطيه ده صعب جدا جدا. كلنا بنص بروحنا اننا نحن الصح، لو من ناحيه دينيه ولا من ناحيه بتاعت اخلاق ساي. لو واحده لابسه لبس بيختلف عن لبسك، ده ما بيعني انه انت الصح وطريقتك انت الصح. انت طريقتك دي الصح لانك انت مقتنعه بيها بالنسبه ليكي انت وبتعملي فيها، لكن الطرف الثاني اللي قدامك ده بيتكلم عنده دين مختلف. يعني العالم ده فيه مليون الف في ديانه، لو انا ما عجباني ما بعتنغة، بس ابسط حاجه، لكن ما بمشي لزول بدون ما يسالني وزول انا ما عندي بيه علاقه. النصيحة دي يا اخواننا المفروض نعرف انه انت بتقدم النصيحة لمنو؟ بتقدم النصيحة لزول صديقك الشديد والعلاقة بينك وبينه بتسمح لك انك انت تقول لي يا فلان ولا يا فلانة انت غلطتي ولا طريقتك دي ممكن تعمل كده كده. زول من اسرتك انت ممكن تتكلم معاه وبرضه باحترام. فنهى حقيقي فهم الديمقراطية داير وقت طويل عشان يتحقق في السودان، وقدر الخطوات اللي عملناها نحن جات اتدمرت. يعني في الثلاثين سنة دي الفهم بقى فهم عظيم جدا جدا، وللأسف المتضرر الأول فيه المرأة. يعني نحن اللي بنفقد في حقوقنا، ونحن اللي بندي فرصة لناس مهووسين زي الشيوخ الطالعين بيطلعوا في فتاوي ما أنزل الله بها من سلطان دي، نحن اللي بنديهم فرصة. وبعدين التكرار بتاع سماع الحاجات دي والفهم الغريب ده، حتى لو أنت ما قصدتي تقعدي تسمعي الشيخ ده بيسمعوك لك، لو في راديو، لو في تلفزيون، لو في الشارع، لو في السوق، ولو في غيره. يبقى لما تجي واحده تغاوم بغض النظر عن انه طريقتها دي عاجباك ولا ما عاجباك، يا اخي ما عينه للاساس بتاع الكلام. يعني زول بيتكلم عن شنو؟ هل انتم مختلفين معاه في لب فهمه ده؟ مختلفين معاه في فهمه؟ ناقشوها وباحترام، لكن ما بنجي طوالي بنكفر الزول اللي بيقول في كلام مختلف عننا. ما طوالي بنط لغرارات. نرجع ثاني لانه يا اخي اطلب للزول اللي انت داير يتهدي ده، اطلب له الهدايه بسرك انت، ما لم يكون في علاقه بينك وبينه بتسمح لك انه انت تمشي تتكلم معه وتقول له يا اخي طريقتك اللي بتتكلم بها ما كويسه، لبسك ده ما كويس كده. دي ابسط اداب الديمقراطيه واداب الحياه في مجتمع، ما انت المجتمع ده ما عايش فيه براك. الفهم ده نحن لازم نوصله. انا ما بقول في الكلام ده لانه انتم ما عارفين، لكن لانه في كثيرين ممكن الحياه تكون ما واصله لهم. كيف نحن نفرض احترام الاخر ده بطريقه نحن ذاتنا ما نتعدى بها لحدود الاخرين، مش كده؟ طيب اذا انت ما عاجبك كلام زول او طريقته، والمثال بتاع وي ام ده مثلا هنستخدمه الليله كثير في الكلام، ما تتكلم معه. لو في زول طريقته في الكلام ما عاجباك ما تتكلم معه. لو هو قريب لك جدا وبتقدر تنصحه انصحه، ما تتبرع له بنصيحه. يعني ما في اي جنسيه ثانيه
يعني أنا قاعدة هنا 18 سنة في أمريكا، لاقوني جنسيات كثيرة مختلفة، ما في زول بيجي بيتبرع لي أو لأي زول حوله بمعلومة، حتى لو هو ما عارف غير نحن كسودانيين. يا إخواننا يعني مثلا أديكم مثال بسيط، أنا في البيزنس في الشركة بتاعتي دي لما بديتها ما كان في زول عامل الشركة بتاعت نيرسينج ولا هيلث كير بتاعت ستافي، عملتها ونجحت وبقت من اكبر الشركات في المنطقه بتاعتنا، بتلاقي لك سوداني في مناسبه عامه ساي بيجي بيقعد بينظر لك انه يا اخي انت والله لو عملت كده كان شغلك ده حيمشي، يا اخي من وراك انه انا شغلي ده ما ماشي ولا انه انا محتاج النصيحه دي، ولا انت خبرتك شنو في المجال ده؟ وطيب اذا انت عارف الحاجات دي ليه ما تعملها لروحك يعني؟ مش كده؟ فالتدخل في شؤون الآخرين زي ما قال أبو عبير هنا بجد يعني هو ما تحشر وما تدخل، سوى تحشر بدون فهم، يعني أي زول بيتحشر في اللي بخصه وفي ما بخصه بطريقة ما جميلة جدا جدا يا إخوانا. فتوزيع الوصايا لأي زول من الطرف دي ما جميل، وافتراضك إنك أنت الصح دايما ده ما جميل، وده ما بخلينا نمشي لقدام. لو في زول قلنا بين لبسه ولا كلامه ما عاجبك ما تتعامل معه ببساطة. لو في زول متدين ولا بيؤمن بديانة ثانية ولا يعني زول ما عنده دين أصلاً، ده ما بيعني إنك أنت الرسول بتاع دينك ده عشان تجي تهديه وتدخله للإسلام مثلاً ولا للمسيحية. بنلاقي مسيحيين يعني يمكن الجهة الوحيدة المؤذية هنا في أمريكا بسمون جهوفا ويتنس، دول بيجوا بدقوا لك الباب وبيطردون وبنبزون وكده، لانهم بيجوا بيتحشروا بيحاولوا يجوا يقول لك يدعوك لدينه. غيرهم انا ما لاقاني زول غير ما نحن كسودانيين بيتحشر في حاجه ما بتخصه. طيب يعني الفكره بتاعت لكم دينكم ولي دين دي ما بس في الدين، حتى في العمل في الفهم في اسلوب الحياه في اي حاجه انت بتتعامل بها في الدنيا دي، افهم انه انت يا اخي رايك ده مع احترامي له ممكن يكون ما مناسبني، وكونه انه في زول بيختلف عنك او عنك ده ما بيديك انت الحق انك تتدخل في حاجاته، ولا بيعني انك صح وهو خطا. احترامنا للاخر وخصوصياته دي حاجه نحن كسودانيين ما موجوده عندنا. لو الزول اذاك الكلام بيختلف، يعني الفتره اللي فاتت احنا كنا بنتكلم عن العنف الاسري، العنف بشكل عام، التحرش، الاحتداء، السكشوال اسولت، الحاجات اللي بتحصل ليك لو في زول قدامك عمل الحاجه دي، ده انت من حقك انك تتدخل، ده الوقت الوحيد اللي انت مطالب به وانك انت ما تسكت. ما تسكت على الغلط وما تسكت على الجريمه. لكن غير كده يا اخي دي حريات شخصيه، وانا متاكده انه في ناس كثيرين ممكن يجوا يقول لك لا لبسك ده كلام ربنا وما حرية شخصية. أيوة كلام ربنا، لكن أنا ولا غيري ولا أي زول تاني عارف كلام ربنا ويختار إنه يعمل كده. أدعي له بالهداية في صلاتك وفي سرك، ولو زول بهمك شديد وعلاقتك به قوية فأطلب أدعي له بالهداية واتكلم معه، لو ما تقبل كلامك ده خليه. في النهاية أنت ما مطالب كويس، ولا يعني لو ربنا ده ما اراد للبني ادم ده انه يتهدي ويغير حاجاته، انت ممكن تتكلم عمرك كله وتخسر الزول ده، ما حيحصل حاجه يعني، ولا انت حتدخل النار لانه الطرف الثاني ده ما سمع كلامك. كله امرئ بما وذب، البنت بتعمله ده مطالب محاسب به وانت كبني ادم. فالاجيال القادمه دي يعني هسه انا بتكلم معاكم انتوا لانه في كثيرين ممكن يسمعوا الكلام ده ولو اقتنعوا به اتكلموا به واعملوه في التربيه بتاعتكم لاطفالكم وفي اصحابكم، ولو شفتوا حاجه محتاجه تغيير عنف ولا اي حاجه مؤذيه للاخرين انت بتتدخل، لكن لو الحاجه دي ما مؤذيه ما تتدخل. الكلام ده بيجيبنا للعنف والتنمر، يعني اتكلمنا بشكل بسيط قبل كده عن العنف، لا عن التنمر، العنف ده تكلمنا عنه كثير واللي هو باشكال العنف اللفظي والعنف الجسدي والعنف الايموشنال وكده. الكلام ده بيصب في العنف يا اخوان. التنمر ده ما بالضروره انه واحد يجي ويحتدي عليك في المدرسه ولا في الشارع ولا في الشغل. السوشيال ميديا الحاصل هسه ده يعتبر تنمر، وهنا في امريكا عملوا عليه قوانين
بيحاكم الزول، ممكن السجن، وفي كثيرين مشوا للسجن ولا تعاقبوا بغرامات وكده بسبب انهم اتنمروا على ناس في السوشيال ميديا. الحاصل ده يعني بجد نوع جديد للعصر ده، اللي هو السوشيال ميديا بولين او التنمر بتاع السوشيال ميديا، تنصيب نفسنا نحن غضاء ومحاكمين ومصدر احكام وننفذها. يعني كثيرين هسه اطلقوا احكام على وئام وعلى غيره، وممكن يكون عندهم راي. طيب، احتراض المرأة على المعاملة الحاصلة في السودان ده حق مثلا عندنا نحن حقوق بدينا نفقدها، كويس؟ في كثيرين هسه قاعدين يتجلدوا في الشارع، محاكم النظام العام دي، ده بوليس بتاع آداب، ده كلام ما سليم. يعني كون انه واحد يجي في الشارع بحسب فهمه ومرضه ويقول لي انه يقول لي ولد الالفاظ دي انا سمعتها جديد هسه، بنطلون كوبايه، ده قالته شابه هنا، انه انت في بنطلونك ضيق للولد، ما تدخل ليمونه، حلق الشعر بتاع الاولاد في الشارع. يا اخي بغض النظر عن انه انت عاجبك الشايفه ده، يا اخي دي شباب، ولا حتى لو كانوا اطفال عندهم اسره ممكن تكون اتناقشت معاهم بطريقه، عندهم فهم للي بيعملوا فيه ده. طالما هم ما سرقوا، ما نهبوا، ما احتدوا على زول في الشارع، مربي شعره دي حاجه بتخصه. انت لو ما عاجبك ما دعاين بنفس المستوى. البنات الطريقه اللي هم لابسين بيها في الشارع، الفهم بتاع النظام العام والضرب ده، انه نحن في النهايه وسيله او اداه للرجال ديلا، انه الواحد ما يشوفك ويثار. يا اخي انت زي حيوان، حيوان لدرجه انه انت ممكن تشوف لك بيت ماشيه في الشارع تثيرك. ده ذاته اول شيء فهم بيوري انه يعني الرجال ذاته المفروض يشتغلوا على الفهم ده، لانه ده بيخليهم هم يظهروا بشكل بتاع انهم بس حيوانات ماشيين في الشارع ساي، كل ما يشوفوا لهم بيت لابسه لا لبس ضيق طوال الواحد فيهم بيثار ويبدا يجهز على انه ويمشي يغتصب البيت دي. ده الفهم بتاع الشيخ يا اخواننا اللي كان بيتكلم في شباب توك، وده الفهم بتاعه. لو مشيتوا شفتوا الفيديوز بتاعته الديسكستنج المقرفه، الزول ده ذاته هو زول اتقبض في فيديو بتاع تعاره وقديم الكلام ده من 2013، وغيره كتار ما بس هو. يعني كل الشيوخ الحايمين دي يا شابات اتكلمنا قبل كم اسبوع انه ده هم نفس الشيوخ المريضين نفسيا اللي بيقولوا انه البنت مما تبلغ ممكن يتزوجوها وما عندها راي. دي يعني في العمر ده البنات بيبلغوا 10 سنين، بنتي الكبيره دي 11 سنه. تقول لي انه انا ممكن اقبل انه واحد يتزوجها او احتدي عليها عشان هي لابسه لبس ما جميل، عشان هي بقت كبيره خلاص وبلغت؟ يعني في بنات بيبلغوا 10 سنين، في بنات جسمهم فارغ صغار هم في السن، هل ده بديك انت الحق؟ يلا شيوخ زي ديل بيطلعوا قوانين وقواعد زي دي بتضرنا نحن كنساء، وكونه انه تجي واحده وتعترض وتزعل، وليها حق تزعل وتنفعل، لانه انا ذاتي زعلانه من كلام بتاع مضاجعه الرضيع، والفهم بتاع انه يا اخي انت الزول ده قاعد وبكل عدم احترام بيقول لها لبسك ده هو اللي بيجيب لك التحرش. يعني بيوجد مبرر للمتحرشين يا اخواننا. الكلام ده في الفيديوهات الاولى اللي انا اتكلمت عنه، اتكلمت عن التحرش والاحتداء والاغتصابات والحاجات اللي قاعد تحصل دي، وانه يا اخي بغض النظر عن انت لبستي شنو ولا مشيتي عريانه ده حقك انت، ما من المفترض يجي زول يغتصبك مريض ويقول لك عشان انت لابسه كده. يا اخي لبسي ما عاجبك دبي، انت حيوان ما بتقدر تتحكم في غرايزك دي، واي بنت تشوفها بتثيرك ما تطلع الشارع دنجر انت امشي. يعني النظره الاولى دي ليك شفتها ما تقعد تبحلي موش. بالفهم ده المجتمع عايز يخدنا نحن كنساء في موضع بتحتجريم دايما. يعني الواحده فيكم ممكن تكون لابسه لبس يعني بالنسبه لهم هم محتشم، وبرضه تتعرض لاحتداء. ليه الجريمه بتكون علينا نحن بغض النظر عن العامل الجريمه ده منه؟ ليه بدل ما يطالبوا البنات بانهم يلبسوا لبس كويس، انه ما يكوركوا، وانه ما تطلعوا الشارع، ما تشتغلي، ليه انت ما تتهذب كراجل وما دعاين لبنت ما عجبت لبسها؟
ده الفهم يا اخواننا السائد هسه، وللاسف كثيرات جدا 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 بيقبلوا الوضع ده، وبالعكس اي واحده تحاول انها هي تقاوم ولا تحاول تعمل توعيه بتلقى معارضه من بنات جنسها. ليه نحن اعداء بعض يا بنات؟ ليه؟ طيب الاجيال الجديده اللي قامت في عهد الانقاذ في الثمانينات والتسعينات، اجيال الظلمه حقيقه يا نهى، نهى مرغني قالت كده وقالت انه كل كلمه قالتها وئام صحيحه، الرياكشن في السودان كان متوقع جدا في الزمن ده. يا انا طبعا هسه يا نهى ما بقول انه الرياكشن بتاع السودانيين خلعني، يعني متوقع، وبالذات انه في احنا عايشين لنا في عهد بتاع ماسكين الجنجويد في الشارع، وبقت حكومه بتاعت غابات، يعني هسه ده غابه في السودان الحاصل ده غابه حقيقه، ما في اي امن ولا في اي ولا حتحصل الحاجه دي طالما نحن بيحكمونا ناس بالفهم ده. يعني امس في فيديو حايم وانا ابيت احضر ذاتي اشوفه، واحد من الشيوخ بيتكلم بيقول لها هسه انت كان جيتي لابسه لكي فستان نوم، انا ذاتي ما بعاين ليكي وانت وكده، يعني الفاظ ليه احنا بنسمح للشيوخ ده يتلفظ ويقولوا الكلام الدارين يقولوه ونأنب وئام عشان هي بت، بس عشان هي بت من المفترض تسكت ما تتكلم وتحترم روحها وطريقتها اللي اتكلمت بيها مع الزول الكبير ده. الزول الكبير ما محترم روحه، الزول الكبير بيقول انه البنت من ما بلغت مفروض تتزوج، الزول الكبير اللي قاعد بيتكلم ده بيقول للبنت اللي تعرضت لاعتداء انه انت طريقه لبسك خلت الناس يتحرشوا بيكي. ده الزول اللي انتوا بتقيفوا معاهم ضد واحده من بنات جنسكم بتحاول توضح الواقع المرير المؤلم في السودان. سويبة قالت هو يعني عدم لبس الحجاب معناه ان احنا ما مسلمين؟ بجد الناس بقت مهووسه بالدين. يا ثويبة كلامك صح، يعني في السودان امهاتنا يا بنات ارجعوا لصور امهاتكم، يعني السودان الزمان القديم ده الناس دي كانت بتلبس يعني قرقاب، بيلبسوا هدوم قصيره جكسه في خط سته، يعني اي واحده فيكم الا البنات الصغار الشابات دي ما بكونوا مذكرين الكلام ده، لكن احنا امهاتنا وحبوباتنا شفناهم كانوا بيلبسوا كيف، وما في زول اتعرض عليهم. انا ما بقول انه زمان ما كان في اغتصاب وما كان في احتداء وما كان في، لكن على الاقل يعني ما في زول بيعاين اللي بالزول وبيقول لي انا هحتدي عليك بالسبب ده. زمان في السودان بالمناسبه كان في اندايات، كان في بيوت بتاع الدعاره بيكونوا خاتين لون علم احمر عديل خاتينه كده ومعروف ان ده بيت دعاره، انت مشيت البيت ده معناها تقدري تمشي تشتغلي وخلاص الموضوع انتهى، ما مشيت البيت ده ما في زول بيجي بيحتدي عليكي. حتى البنات اللي في البيت بتاع الدعارة ده ما كانوا بيحتدوا عليهم لأنه كانوا محميين باسم القانون. فور اكزامبل أنا ما بقول إنه معناه دي حاجة كويسة يا إخواننا، ولا بدعو بدعارة ولا بدعو بإنه يكون في إندايات في السودان، لكن بقول لكم إنه في الزمن ده كانت في حاجات كثيرة زي دي موجودة. وهسه الناس اللي بيجوا بيقول لك الشباب دي لما قطعوا لهم شعرهم ويحلقوا لهم بسكين ده تفشي يا إخواننا، لو شفتوا الفيديو اللي بيعملوا فيه ده ده ما ده ما ده ما يصلح، ده تفشي، ما ممكن انت تزيل جلد بتاعت راس زول وتقول لي انا بحلق له عشان طريقته دي مؤذيه. المؤذي هنا وين؟ العنف اللي انت بتعمل فيه هو المؤذي، شعر الولد ده عمل لك شنو؟ فالمساله بتاعت انه نحن عشان مسلمين السودان ده دوله مسلمه من ما قمنا وفتحنا عيوننا الدوله دي مسلمه، ما في زول كان بيتضرب بطريقه لبسه، ما في زول كان بيتضرب لانه راسه ما مغطى. كويس، بعدين يا اخواننا في النهايه احترام الراي وطريقه حياه الزول وحياته الخاصه ما لم تضرك انت بشكل مباشر، والضرر ده ما تقول لي انا شفته عينت ليه وضراني لبسه ده، عينت ليه وضراك لبسه قبلي من عين انت، لكن لو جاك في وشك كده وقال له ادبه عليك ولا عمل لك اي حاجه معلش انت ممكن تتدخل يعني. طيب الاحتداء والتحرش اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديوهات السابقه دي يا شابات، دي النتيجه، ده المجتمع الحكومه والشيوخ المزعومين ديلا، وهم ديل ما بيتكلموا بدين بالمناسبه، دي النتيجه او الطريقه اللي احنا حنصل له كبني ادمين كشعب سوداني كنساء، انه ياخذ التحرش والاحتداء ده حاجه عاديه جدا جدا ومتوقعه. يعني معناه اي واحده فيكم بكره ممكن تمشي محجبه ولابسه لبس كويس جدا جدا بتقييمهم
كويس، لكن واحد يقوم يشوف الفستان فيه خطوة ولا العباية ضيقة شوية يضربك، أو يفترض إنك أنت أثرتي فيه حاجة. ده الطريقة إن إحنا حنصليه لو ما وقفنا وقفة، ولو ما وقفنا في وش الناس اللي بيتكلموا باسم الدين اللي هو ما دين أصلاً ده. فلما الوحدة تجي تحاول تكشف المستور يا إخواننا في السودان، ما نقف ضدها وما نخلي الموضوع الأساسي ونتكلم عن لبسها وطريقة كلامها. في حاجات كثيرة وصلتنا للحكومة دي وقلنا وصلتنا للغاية، لكن هسه كونه إنه الشارع يتقبل الحتة دي المأساة. كونه إنه المجتمع يعني يبقى واقف كله بيتكلم عن الجلد بتاع الاولاد ديلا وقطع شعرهم وقصه ولون ده، انه يا اخي يستاهلوا، ودول بيتشبهوا بالقرب وبيتشبهوا بغيره. يا اخوانا ده 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 فهم عجيب جدا جدا جدا. يعني للاسف يعني لما تلقي بنت البنات الواقفه مع الشيخ عضو المراه ده، بتحسي انت بالالم جواك. الشيوخ ديلا هم والناس الموجودين هسه في السودان ادخلوا المخدرات اخواننا للسودان، والبدو يدمروا في الشفع والاطفال. كميه الاغتصابات اللي قاعد تحصل لاطفال هسه في الفتره ال 30 سنه اللي فاتت دي ما حصلت قبل كده ولا سمعنا عنها، كويس؟ يعني لدرجه انه الناس هسه بقت تخاف ما ترسل الاطفال الدكان عشان ما يحصل لهم اغتصاب، وما بس بقت من الشارع، بقت من الناس القريبين ليك. ده المرض اللي احنا وصلنا له يا اخواننا. يعني ده كله كوم، والتدهور الاخلاقي اللي هسه وصلنا له ده كوم. وكونه انه الواحد فيكم انه يتعامل مع المساله دي على سنه عاديه ويعملوها ضحكه، يعني بيجينا زينا وزي الجنسيات الثانيه. زمان كنا احنا بنقول يا اخي بالمآسي ومشاكلهم بيعملوها ضحك، و يجي هسه يقول لك قال ده شيخ التشيكسي وده منو ده منو وقرقره وضحك. لا لا، ده الموضوع ده ما ضحك، الموضوع ده موضوع جادي جدا جدا. الناس دي بيقول فهم في راسهم حيطبقوه فينا بعد شويه، السودان ده حيبقى زيه وزي اي، او هو اوريدي بقى كده، لكن هسه احنا ماشيين لضحاله لدرجه انه الشارع، في الشارع انت ممكن تكون ماشي يمسكوك يحلقوا لك شعرك يجلدوك وممكن يغتصبوك في الشارع وما في زول حيقول حاجه. فانا بجد يعني ما اعرف الحته دي، هقوم احاول اشوف لسه في ناس كاتبين. ايات قالت ذلك الرهني في السودان مشيت عروس قعدت 5 شهور، قعدت 5 شهور في السودان. بجد يعني انا للاسف اقول لك انه يعني انا بجد بتردد. هسه انا لي 3 ولا 4 سنين عايز امشي اشوف امي، لكن ما قادر امشي ولا داير امشي، لانه ده المجتمع اللي احنا قاعدين فيه. ده الناس، معلش التليفون رنة، ده الناس اللي انت بتلاقيهم في الشارع وبطنك بتطم بجد من انه ديل ناسك، ديل اهلك، ديل الناس المجتمع اللي انت كنت بتحارب عشانه، وانه وصل للحضيض ووصل للمرحله دي. نوها قالت المشكلة الدين في السودان بقى مظهر. حقيقة يا نوها، بعدينك يعني الأديان، الدين إذا أنت بتتكلم عن الدين، الدين الإسلام دي سلام مسامحة. أنت بتحاول توصل الفكرة دي وأنت بتعمل في العكس. كيف؟ بيا تفهم أنت عايز الناس تاخدك أنت جادي، وأنت بتجي تتكلم ليهم عن الإسلام وعن إنه يعني السماح وتقبل الآخر، تقبل الأديان، وتجي في نفس الوقت تقول إنه ديل الكفار، ديل الناس بيلبسوا لبس ما جميل، ديل شنو ديل شنو. ف طيب يا هبة علي، ده كلامي اللي قلته هسه أنا، إنه الإسلام والديانات الثانية دي كلها كفلت الحريات. مع يا فيها حاجات ممكن تكون بتتفهم أو بتتفسر تفسير مختلف، ومن هنا بيجي كلامنا إنه يا أخي الإسلام ولا أي دين تاني التفسير بتاعه لما يبقى متروك لبشر، وبشر مريضين زي الشيوخ المرضانين الحايمين هسه، يبقى انتوا شغلوا مخكم وارجعوا للكتاب ذات واقروا وشوفوا انه هل في كلام بيقول بيحصل هسه الحاصل ده؟ ما في. يا سارة حقيقي التطرف والهوس
مشكلة، وكون إنه تتعصب لفكرك واحتقادك دي جريمة. طيب ياسمين قالت طيب قولك شنو على انتقاد الأفكار المتبادلة، هل له تأثير على المجتمع، هل هو سلبي ولا إيجابي؟ انتقاد الأفكار المتبادلة، ما فهمت سؤالك يا ياسمين. لو بتقصدي إنه النقاش والجدل ده ما مشكلة، إنك أنت ممكن أنا وأنت نقعد نتناقش، وأنت يكون عندك رأي مختلف عن رأيي ونتناقش باحترام. أنا بحاول أوصل لك كلامي ده، أنا شنو أنا ليه بفكر كده وأنت بتحاولي تفكري لي. النقاش بيطور الناس، يعني حتى لو كنت أنا مختلفة عنك في طريقة التفكير، لما أنا أتناقش معك أنا حاستفيد حاجة وأنت حتستفيدي حاجة، ممكن الاثنين ما نصل لاتفاق في النهاية، لكن طالما في احترام ونهاية النقاش ده أنت بتمشي بتعملي حاجاتك اللي انت مقتنعه بيها، وانا بعمل حاجاتي اللي انا مقتنعه بيها، بدون ما انت تمدي اصبعك في وشي وتقولي لي انت كافره ولا انت قله ادب ولا انت ولا انت ولا انت كده. ودي لما تتم بيكون في احترام وتقبل للاخر والنقاش. اذا انا فهمت كلامك بالطريقه اللي انت قصدها. طيب نهى قالت عدم التحكم في الغريزه عند الحيوانات، بس فعلا ايوه. فهسه على الرجال، يعني هم ذاته المفروض يسعوا بالمناسبه من الكلام ده، لان انت كده خطيت الرجال في انه هم كلهم يعني محصورين في غريزتهم العجيبه، الحايمين شايلينها في الشارع دي وماشيين يقابضوا في البنات من طرف. ف جليله سعيد كده غطي راسك اول وقف البلوستيك، وحي اي ولد بنت تطلع ما محترمه تلفت النظر يختصبه. أو ده شنو يا اخوانا؟ دي زولك بلاها كلام هنا. جليله سعد ده رايك ولا ده اسمه شنو؟ ولا كلام انت بتسمعيه من الناس؟ فاذا ده رايك يا ستي، ده الفهم ان احنا هسه بنتكلم عنه ذاته. يعني اذا انت بتفتكري انه عشان الواحده ما لابسه وانت بتحيي اي ولد يختصب بنت ما محترمه، دي دعوه منك انت، ده الكلام التطرف بتاع داعش اللي بنتكلم عنه. وانا ما عارفه قاعده هنا ليه، ما تقعدي تحضري اللايف ده لو ما عاجبك، لو طريقه لبسي ما عاجباكي اقفلي التلفون طوالي وامشي شوفي الحاجه اللي انت عاجباكي. لو قاعده هنا عشان تستفيدي بنتكلم معاكي وبنوصل لك الفكره، واذا انت بتفتكري انه الحاجه دي هي كويسه معناها انت ذاتك اتمنى انه الكلام ده ما يحصل لك، اتمنى انه انت ما تحصل لك تعرض وتحرش، لانه انا ما بفكر بنفس المستوى بتاعك المغرف ده. يعني كلامك اللي بتقولي فيه ده كلام بيخلي زول يترش عديل، اذا ده الفهم اللي انت بتتعاملي بيه، اذا انت زوله حقيقيه يعني ما شخصيه داخله سعي. فاذا انت بتفتكري انه دي حاجه كويسه إنه الواحدة ممكن يختصبها ويكسح، يكسحها دي شنو يعني؟ أول حاجة دي ألفاظ ما مفهومة أول شيء. فإذا أنت شايفة إنه إفراز غرائز دي مشكلتك في غيرك محتز بنفسه وعارف قيمتك إنسان. طيب ده يا إخواننا أكبر مثال بالنسبة لكم. أقروا الكومنتس اللي كتبته الزوله ده، ده كلامي اللي أنا بقول فيه من قبل، إنه المرأة لو هي مرأة ما حساب فيك ساي بتاع ولد داخل هنا بيتكلم، لو هي دي مرأة دي مثال للعدو بتاع المرأة، ودي مثال للفهم الحضيض القاع اللي وصلنا له ونحن كويس. جليلة سعد الاكاونت ده او الشخصية دي لو بقت شخصية ما حاجة وهمية ساي، ده مثال للحضيض اللي احنا وصلنا له. وده ليه؟ ده بوري انه فعلا ليه احنا محتاجين بجد نجيب وقفة، وحاجات زي دي ما نتعامل معاها ببساطة. بالمناسبة الفهم بتاع ده الزولة دي بتنادي بإنه أي واحدة ما لابسة لبس كويس ممكن يختصبوها، وده الفهم اللي بديت بيه. وأنا الكلام كبير إنه بيتكلموا عن إنه الشابة اللي طلعت ويام دي إنه المفترض يقتلوها ويعملوا لها ويعملوا ليها. فيا أخي يعني فهم متخلف جدا 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 جدا، واتمنى انك تراجعي نفسك فيه، واتمنى انك انت ما تمري باللي بيحصل للناس ده. اتمنى انه ما هو في واحد يشوف انت حتى لو انت لابسه كويس ومحجبه يشوفك انت لسه ما لابسه كويس ويقوم يعمل لك اللي انت بتطالبه انه يدعمي للبنات الثانيات ده. طيب فدوى قالت زمان كان في جهل وعدم وعي عشان كده
اللبس كان كده. ده ما بيعني انه في جهل، انا هسه ما بتكلم عن انه اللبس كان شكله عامل كيف زمان وهسه، عشان زمان كان في جهل ابدا، زمان كان في احترام للاخر، انت بتحترم المرأة بشكلها اللي هي طلعت بيه، لانه دي حاجتها هي، اختيارها هي الخاص، حتى لو كان في عدم فهم يعني. فالناس اللي بتتكلم عنه كان في عدم فهم، ده الناس واعين، ناس كانوا عندنا فريق بتاع كوره بتاع بنات كانوا بيلعبوا، مضيفات، رائدات، ناس يعني بيقولوا شو ممتازين وفهمهم كان كويس. ف طيب ما يا اخوانا ما تردوا، ما تردوا للزولة دي. المايقومة دي نتيجة اتكلمنا عن الكلام ده المرة اللي فاتت، هو نتيجة عن التحلل الأخلاقي الحاصل. المسألة دي ما بتتم بنفر واحد، ده سلوك بتاع نفرين، وفيهم جزء كبير اغتصابات، احتداءات، عدم وعي بالثقافة الجنسية، وتكلمنا عنه المرة اللي فاتت كيف التوعية اللي تكلمنا عنها، إنه الوعي بانه انت ذاتك ما يحصل لك امراض زي دي، ما يحصل لك حمل، ما تحصل مشاكل. الوعي في تاع الشارع ده هو ده اللي بيوصل الناس لانه يكون في زول عنده حق انه يحصل. حصل زي انتربشن شويه كده. طيب سارة قالت يا جماعة في دول إسلامية معنية بأمر الدين ما عندهم الحاصل ده. حقيقة المسائل الحاجات دي ما دين، يعني اللي بيعملوا فيه هدية ذاته ده ما عنده علاقة بالفهم، لأنه في دول كثيرة جدا جدا جدا، يعني زي ما اتكلمنا في الموضوع بتاع الختان، كثيرين ما قاعدين يمارسوا الحاجة دي، ما قاعدين يعملوا الطهور الختان، فدي ما عندها علاقة بالإسلام ولا عندها علاقه بالاديان، لان السعوديه ودول ثانيه الحاجات دي الكلام ده كله وقف فيها. طيب عبير قالت انت عارفه الشباب اللي بيغتصبوا الاطفال هم ذاتهم اغتصبوهم كتحصيل حاصل، بقوا مغتصبين سياسه الحكومه الفاشله ماسكه للبنات والنسوان، وغض النظر عن الفساد الاخلاقي حقيقي نصهم هسه الحايمين ديلا في الحكومه ديلا كلهم هم ناس فاشلين واخلاقهم متدهوره ومتدنيه، وهم بيغتصبوا في الاولاد وبيغتصبوا في البنات وبيغتصبوا في الاطفال، وبالتالي زي ما قلت الحلقه بتتواصل، هم ديل الاطفال ديل هم بيجوا وبيقوموا بالحاجه دي او شافوه في بيوتهم. يعني للاسف الحكومه، وده حاجه ما مستغرب ليها بغض النظر عن حاجات كثيره، يعني ما بس الحته دي، الكتل، التصفيه العرقيه، المشاكل الحاصله في السودان دي كلها ما حنقدر نتكلم او ما حنتكلم عنها هسه، لكن احنا بنتكلم عن حته واحده، التدني الاخلاقي اللي وصلوا له دي بسبب الحاجه دي. ف طيب بس غاضين النظر عن قضايا كثيره جدا جدا مهمه ممكن هم يعملوها، ولو اتطبقت يعني ما ممكن انت تمسك جزء من الفهم ومن الدين اللي بيناسبك انت، فده اللي بيخليكم انتوا ذاتوا تفكروا فيه انه الناس دي اللي هم بياتوا. طيب مساء الخير يا لولا يا سلوى يا انا، عشان كده رديت بس لحته محدده، المراه اكبر عدو للمراه للاسف. كلامك صح يا دلال. اي بنت ما بتقدر تعمل نفسها فيه بتنتقد من طرف، بتنتقد الحاجه اللي نفسها تعملها على شكل يا على شكل الجليله دي يا زولة دي، عشان كده قلت لكم ما تدوها زمن اكثر من اللي ادينا ليها هديه، لكن يعني المشكله انه زي الجليله دي كتار للاسف، عشان كده نحن لسه قريبنا طويل للتوعيه، وانه المراه عدوه المراه دي حاجة. الحاجة الثانية أنفال قالت طيب ما في السعودية، ده ما كلامي اللي قلته بيه، إنه الوحدة المسألة ما مسألة لبس يا إخوانا، المريض ده مريض، أنت لو لبستي عباية لو لبستي أي حاجة لو اتغطيتي لو قعدت الاحتراف قاعد يتم، بعدين في السعودية ما بس يحتدى على بنات، يحتدى على بنات وعلى أولاد، يعني الاغتصاب قاعد يتم، فالمسألة ما مسألة بتاعت يعني طريقة لبسك ولا طريقة كلامك ولا غيره، ده الفهم
ان احنا عايزين يطلع من راس الناس، وده الفهم ان احنا عايزين الناس تفهموا انه يا اخي احترم الاخر ده، احترم قراراته، احترم حاجاته، عشان المجتمع ده ذاته يكون مجتمع سليم ومعافى. يا اخي انت ما في زول مطالبك انك انت تعمل اللي انا بعمل فيه، اعمل حاجاتك انت. لو انا بعمل فيه ما عاجبك ما تتكلم معي، لو انا لابسه ده ما عاجبك قبل. ده الفهم الممكن يخلينا نحن لقدام يكون عندنا احترام بالجد للحقوق بتاعت الاخرين. طيب ليلى ابراهيم قالت ما تزعلي مني، زمان ما كانوا محترمين ولا شيء، الزنا كان منتشر والخمره وما كانوا شغالين ببعض شديد، السكت وعدم الايمان خلى الناس سعرانه. طيب يا ست، الكبت حقيقه هو اللي بيولد الحاجه دي، كويس، لكن الفهم السائد والشائع انه انت الكلام بتاع الحلقه دي كلها او الكلام بتاعنا ده كله انه يا اخوان التجريم في ضبانه كده مزهج، يعني زهد شديد، معلش. يعني التجريم بتاع المرأة في أي حاجة بتحصل ده هو المشكلة، لما نحن نعاين لأنه أي سلوك ده عنده طرفين، نحن بنفهم وبنصل لمرحلة بتاعة وعي إنه نتقبل الطرف الآخر دي. والحاجة الثانية يا إخواننا، يعني زمان انت بتقولي انه كان في، انا قلت كان في اندايات وكان في غيره، وده ما معناه انه نحن اوكي مع الحاجه دي، لكن هسه الحاصل ده يعني بيشبه الغابات بس، ما بيشبه اي شيء ثاني. الزنا برضا الطرفين ما خصاب. ايوه يا امامه، كلامك سليم، اللي هي ردت لليلى بتقول لها انه الزنا بيرضى الطرفين، الزنا وفتح بيوت الدعاره والحاجات دي في السودان كانت زمان موجوده يا اخوانا. انا هسه ما بتكلم عن الكلام ده، انا بتكلم عن انه زول يحتدي عليك انت، يختصبك، يعمل حاجه بدون رضاك انت، ويجرمك ويمشي يطلع عليك احكام دي بسبب رايه والتعنت الحاصل ده. انا ما بتكلم عن الحاجات دي، ما كانت موجوده زمان، لكن بنفس المستوى زي ما قلت لك، انت لو اخترتي مشيتي المكان ده بخيارك انت، وما في زول كان بيسالك. لو انت ما مشيتي ما في زول بيجي بيتكلم عنك ولا بيتكلم معاكي في كلام انت ما بتتقبله. خلاصه الموضوع هنا ماري قالت الزنا ده زمن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، حقيقه. وده الفهم يا هنا ان احنا عايزين نوصله للناس، انه الحاجات الحاصله دي كلها هي كانت موجوده حاصله، لكن لما يكون في تهذيب من حكومه وتهذيب من مجتمع وتهذيب من فهم العام، المساله دي بتكون عندها حدود. يعني الزول اللي بيحتدي بيتحاكم، الزول اللي بيتعرض عليك انت بيحتدي لو كان لفظي ولا غيره بيمشي لمحاكمه، كويس، والزول اللي بيختار انه يعمل الحاجات دي لو يتقبض برضه بيتحاكم، حتى في الدول الاوروبيه دي الحاجات دي كلها موجوده فيها، لكن ما في زول بيمشي الشارع وبيقول انا عايز اعمل كده. يكون عندك علاقه ده كلامهم، لكن مسألة انك انت زول تمشي وتبقى بالنسبة لك دي وسيلة بتاعت اكل عيش، طوالي انت ممكن تتقبض وتدخل سجن، يعني الحاجات دي موجودة. فما تتكلموا عن انه نحن في السودان دارين نشبهه بالغرب، الغرب ده فيه حياة كثيرة جدا جدا كويسة، نحن يا ريتنا نرتقي بالمستوى ده ونبقى لا. يعني لما قالت واحدة من مشاكل النساء في السودان الفراغ وعدم الطموح، يعني اي واحدة بقت قاعدة في البيت وبيبرمجوا ببعض وبرضه عدم الطموح وتحطيم احلام الشباب خلتهم محبطين. والمخدرات يبقى اتكلمنا عن انه يا اخي في كميه من المخدرات موجوده بتبيع، جابت الحكومه دي بكونتينرات، الحكومه بتبيع فيها بتراب القروش، فالتدمير بتاع الشباب بادي بالطريقه دي. طيب لازم نقضي على الجهل في زي ما بنحاول القضاء على الأمية، عدم التعليم. عدم التعليم والمشاكل الكثيرة احنا بنتكلم عنها هنا كلها هي دي من الحاجات اللي لازم نحاول نقضي عليها، وبالكلام وبالنقة. طيب المشكلة التحرش والاغتصاب ده، يا دي حقيقة هي دي المشكلة يا ستي. ممكن دعوة عشان عندي كلام في حلقي. مي جدا يا مي، انا هسه ادعوكي يا جميله، مي عبد الناصر انفايت، انا اضفتك يا ميويا، تعالي. عملت لك اضافه ما عارفه نجحت ولا لا.
فهم اللي بيسلمك كويس هو بيجيب الاحتداء على البنات. فدوى، انا ما اعرف انه هل ده كلامك انت رايك ولا ده سؤال، يعني اللي بيسلمك كويس ده بياته معنى وبياته فهم. لو مشيت سمحتي بتمنى انك انت تمشي تسمعي من بداية الفيديو وتسمعي كلامي كله يعني على الحاجة دي، انه يا اخوانا دي خيارات بغض النظر عن انت رايك شنو، ده خيارك انت الشخصي. فهمك انت للبسك كلمة كويس ما زي ما فهمي. انا دعيتك يا مي invite friends وكتبت مي وقال لي مي joined، لا invited. شوفيه يا مي، انا ظاهر لي هنا انك انت you are invited يا حبيبة. انا دعيتك يا ميو يا ما عارفه كده، حاولي تاني. انا عندي هنا ظاهر انه انا I invited you استاذ مي. طيب طيب نسيبة قالت انا منغبة لي 4 سنوات وبتعرض للتحرش كل يوم. شكرا جزيلا يا نسيبة انك انت جيتي وشاركتي في الحتة دي من كبار وصغار. نفسي اعرف انا اغويته واشتهى فيني شنو، حباية واسعة وطرحة كبيرة بس عيوني وما فيهم مكياج. ده مثال حي لأنه اللبس ما ليه على نقاب نفس التحرش. نسيبة يا أخي، أول حاجة أنا آسفة جدا جدا إنه أنت مريتي أو بتمر بحاجة زي دي. ده بيأكد كلامي الكبير بقول لك إنه المريض مريض، الغلطة ما فيك ودي المشكلة. التجريم بتاع الضحية يا اخوانا، لما اتكلمنا عن عن الاحتداء والتحرش الضمان دي اننا كرهتني يا بنات، لكن لما اتعرضتي معلش يا حبيبة يعني المرض لما اتكلمنا عن العنف الأسري ولما اتكلمنا عن الاحتداء ولما اتكلمنا عن الاغتصابات وعن التحرش، اتكلمنا عن انه دي الناس مريضين وانه يا اخي التجريم بتاع الضحية ده دي حاجة مفروض نوقفها تماما. يا أخي أنت ضحية لجريمة ما بيدك أي حاجة، وما تخلي أي زول يقول لك إنه أنت الطريقة اللي أنت لابسة بيها، حتى لو ما لابسة منقبة، لو أنت لابسة عريان والزول ده عاين ليكي وحس بأي شيء يقبل ما يعاين، دي مشكلته انت، ما دي ما مشكلتك انت. الحاجه الثانيه انا حاقتل الضبانه ابد تموت. فاذا انت يعني اتعرضتي لتحرش وانت لابسه نقاب، ده بيوصل لكثيرات برا انه يا اخي حتى الناس المتشككين وما عندهم، يعني في شابه هنا قالت لو فدوى انا فهمت كلامك صح انه اللبس المو كويس، يا اخي اهدي نسيب لابسه بتقول لك هي لابسه منقبه مش محجبة بس، منغبة عباية واسعة. دي بكمل اتحرشت، اتحرشوا بيها. فده بيوصل لك فهم انه يا اخي المتحرش ده متحرش. لو انت لبستي نغاب، لو لبستي عريانة، لو قعدتي في البيت ما طلعتي كله كله الا تعملي كده ما تطلعي كله كله، ودي الحاجة اللي هم دارين يصلوا ليها بياتوا فهم. نحن الناس اللي بنربي ونحن الناس اللي بنوعي، لما نربي اولادنا تربيه على انه الكلام ده كلام ما سليم ونعمل تغيير يا اخواننا، الحاجات دي شويه شويه من المجتمع بتبدا تطلع. يا فدوى اتمنى انك انت تسلمي يا حبيبه، كويس انك شفتي الكلام ده وكويس انك انت سمحتي كلامي وقريتي الكلام بتاع نسيبه. نسيبه حقيقي انا بجد آسفة إنه أنت مريتي بالحاجات دي، وبأكد لك تاني يا ستي لو كنت ما منقبة ولو منقبة ويتحرشوا بيكي ما عمل أنك أنت عملتي حاجة، ولا حتى البنات اللي بيحتدوا عليهم بيغتصبوا عليهم لأنهم عملوا حاجة، لكن لأنهم نفوسهم مريضة ولأنهم ديل مرضانين وما بيتغيروا، ولأنه في فهم زي فهم البت الجبيل الجليلة دي، وفي فهم كتير بتاع ناس مرضانين. وللأسف البنات أعداء البنات، يعني دي حاجه مؤلمه ومقرفه انه هسه بتلقي انه بيصدوا للطهور يا اخواننا. في الكلام الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عنه، بيصدوا للاحتداء ويقول لك انتوا بتحرجوا فينا عشان احنا نتطلق، احنا الضرب ده عاجبنا، رغم انه ده نسبه بسيطه. وانا مبسوطه انه هسه في الوقت ده كله جاتنا واحده بس معطلينا بتقول لها في كلام فارغ، يعني اما الباقي كلهم يعني ناس يا اما فاهمه يا اما عايزه تفهم وعايزه تعرف.
فنأكد يا اخواننا ونرجح كلامنا الجبال قبل ما ننهي اللايف دي، انه طريقة لبسك، طريقة كلامك، ما اي حاجة انت بتعمليها ما عندها علاقة ولا هي السبب من المفترض يخليكي تتعرضي لاحتداء، لاغتصاب، لتحرش ولا به كلام. دي حريات شخصية، واتمنى انكم كلكم الجمد اخرين ديل يرجعوا يسمعوا بداية الفيديو. قبل ما ننهي الحتة دي يعني ميوي انا حاولك تاني يا استاذة. قبل ما ننهي الحته دي، في زوله كانت سالت سؤال او نزلت بوست قبل كم يوم بتقول فيه انه التربيه في الغربه او بتعتمد اللي هي لا بتقول انه كيف تحافظ او تربي على اولادها في الغربه بالطريقه الاسلاميه. في الحلقات اللي فاتت دي انا ما هعيد نفس الكلام اللي قلته المره اللي فاتت، لكن ممكن اعمل لك تاج في الحلقات اللي فاتت تكلمنا فيها عن التربيه. هقول بس كلام بسيط هنا، اللي هو انه التربيه لو في الغربه ولو في السودان، تربيتك لاطفالك والاجيال الجايه، وده بيصب في كلامنا اللي بنقول فيه من قبل، انه نحن بدورنا وبيدنا التغيير، نحن اللي بنربي كامهات، نحن اللي ممكن نوري اولادنا. دي الاولاد ولدتهم مره من بطونها اللي بيجوا بيضربوا فينا واللي بيقولوا في ادبهم، والشيخ المرضان ده ذاته لو امه ربته كان تربيه كويسه ما كان بيعمل حاجات زي دي. فيا اخي انت لو في غربه ولا في مجتمع في السودان ولا في اي دوله عربيه، دوله مسلمه ولا غيره، المجتمع عنده اثر كبير جدا جدا على اولادك وعليك انت، لكن الاسره دورها اكبر. يعني قبل كده لما انا اتكلمت قلت ما تتكلموا مع اولادكم وما تقولوا لهم بس ده حرام وده حلال وده غلط، وروهم ليه غلط وليه حرام، لانه ما بيفهم لما يفهموا هم الحاجه دي ما بيعملوها. يعني الواحد فون الممنوع مرقوب، وفي سنهم دي الواحد لو الحاجه ما فاهمه بيزعى انه يلقى لها فهم من فجه ثاني، يمشي بيسال في المدرسه، بيسال اصحابه كده. يبقى انتوا تعملوا دوركم كاسره انه تفهموا اطفالكم ديلا ليه ما عايزين نعمل الحاجه دي، حتى لو انت عندك لا راي انه ده حلال وده حرام وعندك فهم ليها، وريهم قول له حلال عشان كده وحرام عشان كده، ونحن كتغاليدنا ما عايزينها تحصل عشان واحد اثنين ثلاثه، مش بس لا ما تعملها. فالتربيه في كم حلقه تكلمنا فيها عن التربيه والتربيه في الغربه بالذات، فدرسهم حتى لو درستهم الدين بتاعك، عايز تدرسهم الدين طبقوه في روحك. يعني لما تتكلمي لهم عن انه ما تكذب وما تسرق ومشنو مشنو، نفذ الحاجه دي في نفسك انت في الاول. يعني يقوموا يشوفوكم انتم كمثال قدامهم، فلما تقول لهم الدين بيحترم الاديان الاخرى وانه الاسلام ولا اي دين ثاني مسيحيه هو سماح، تيجي تقول لهم بعد شويه ذي الكفار ولا ديل اقتلوهم واضحوهم والعنف الحاصل دي كده، انت بتناغط وكده ممكن ما يصدقوكي. والكذب ده ممكن يكون كلمة بسيطة، يعني سلوك بسيط منك يفقدهم الثقة فيك أنت كإنسان. يعني فالمهم يعني نتمنى إنه الحاجة دي تفتح. ما حنقدر نناقش كل الحاجات هنا الليلة، ولا حنقدر نصل لتغيير ولا نتيجة ولا غيره، لكن يعني أتمنى إنه الحاجة دي تفتح نقاش وتخلينا نحن نحاول نكون متقبلين للآخر ونحترم الآخرين. أنفال قالت أنا تعرضت لموقف في المواصلات، واحد اتحرش بي لما سألته ضربني وبيقى كوري ويقول أنا اتبليت عليه وقمت ضربته كف، والناس كلها غلطتني من دون ما يعرفوا هو عمل شنو، حين انه كنت لابسه عبايه واسعه بس انا ما خليت حقي وسكتهم كلهم. يا ستي اول حاجه معليش انه انت مريتي بحاجه زي دي، ودي موجوده، وانا الكلام ده قلته يا اخواننا قبل كده في واحده من الحلقات، انه كلنا تعرضنا لو في مواصلات، لو في الشارع ساي المشاغلات اللي هي بيش المقابضه، الحاجات اللي بيعملوا فيها دي موجوده. ويش فديل هم الناس المرضانين ديل اللي بيدوا نفسهم حق واللي بيدوهم حق الناس اللي بيجوا بيقولوا في كلام فارق زينا. فيا ستي ما تجيفي ولا توقفي وخلي حكي، وما معنى انه انت لابسه عبايه وهو برضه تحرج بيكي، حتى لو كنت لابسه اي حاجه. فالناس دي المريضين ده بياكد لك كلامي اللي قلته في البدايه، انه يا اخي ما عنده علاقه بلبسكم شنو. الزول ده يعمل الحاجه دي بيعملها بيطلع من بيته عشان يعمل الحاجات دي في المواصلات ولا في الشارع، فممكن تكوني لابسه اي لبس وتتم لك مضايقات، وحتتم لك مضايقات لو ما وقفتوه فضحتيه،
زمان لما كان في واحدة بتكورك وبتفضح الباص كله بيجيف معاها وبيضرب الزول ده ولا بشاكله ولا بنزله من المواصلات، لكن لانه هسه الناس اتحللت وبقت تسمح بالكلام الفارغ ويحشرون برصينهم انه انت الغلطانه، بغض النظر عن انت لابسه عبايه ولا لابسه هدوم عاديه ولا لابسه لك نقاب، هيقوموا بالتعرض عليه يتحرشوا بيكي والناس الباقيين هيجيبوا فراجه، وده الخوفي من المجتمع ان احنا هنصليه بالطريقه دي. يعني تحرش بسبب امراض يا بنات ما عنده علاقه ابدا بانه انت لابسه شنو، خليكم متاكدين من الحته دي، واعملوا التوعيه حولكم انتوا، واعملوا التوعيه في بيتكم وسط اولادكم. فالمهم انا بتمنى انه الحاجه دي تفتح نقاش وتخلي الناس تفكر وتغير في الحياه دي شويه شويه، عشان احنا ما نصل ل يعني المستوى أكعب من اللي وصلنا لده، رغم إنه أنا ما شايفة في أكعب من كده، لكن كل مرة بيعملوا لنا سبرايزنج يعني. فيعني هو حقيقي المفروض تكون في قوانين رادعة للمتحرشين، وده اللي قاعد يحصل في الدول المتقدمة، وده لو ما تم في بلدنا وصل ما حيتم القوانين، إلا بإن إحنا دي اللي بندافع ونحن اللي بنمشي وبنعمل جوطة ونحاول نعمل تغيير. فنتمنى انه احنا يعني بجد نصل لتغيير في القانون بتاع النظام العام والقوانين بتاعت الاحوال الشخصيه دي، عشان نوجد لنا حاجه تبروتكت وتحمينا احنا وتحمي الاجيال الجايه دي من اللي بيحصل عليهم هسه. يلا انا خلاص هعمل لاقف ونواصل لقدام. تحياتي، انا برجع في شهر 11.